كان عمره 9 سنين، اجوا ضربوا صاروخ بالغلط واعترفوا انه بالغلط وقدمناه على الاهلي وانا استشهدوا. تجوزته في 2012، قلنا بركي شوف له يوم هني، ما لحق يتحنى مسكين، شاف اولاده عنده 4 اولاد، اجوا طوالي يمك حملوا من بينهم. طول بدي افرج عنه استكمال مرحلة علاجه، لأنه أصلاً ما بتحمل لا حر ولا بتحمل سجن، يعني هو أصلاً وهو عايش عندنا هون في الدور، يوم في الدور ويومين في المستشفى.